هذا المنتج منتج الشتوي نوع من أنواع الحلوى اللي بننتجها بس في فصل الشتاء، لأنه بدها جو لطيف يعني مش حار. هذه الحلوى بننتجها إلنا يمكن أكثر من 30 سنة، إلها اسم عنا اسمها تجاري سامبو، اسمها في بلدنا شتوي، في الضفة الغربية اسمها رأس العبد، في مناطق برا في الخارج اسمها نيجرو كيس. هذا المنتج يعني مكوناته عبارة عن بسكوتة وعليها كريمة مغطى بالشوكولاتة، ومنتج مقبول للأطفال وللكبار. منتجنا راضي عنه المستهلك والمواطن، فبنبيع كويس منه. بس في ظل هذه الظروف الصعبة، يعني عدم توفر المواد الخام وارتفاع أسعارها بخصوص جائحة الكورونا، هذه برضو كان عائق كبير في الشغل، وزادت التكلفة، تكلفة الانتاج زادت. لكن احنا لسه بنبيع المنتج بنفس السعر ما قبل ارتفاع الاسعار. حصار شديد وشرس منعنا من تصدير بضائعنا الى الخارج، منها الضفة الغربية ومنها ارض 48 ومنها الدول المجاورة العربية. فهذا مشكلة كبيرة. يعني الان احنا بس بنبيع في قطاع غزة من رفح إلى بيت حنون، وهذا يعني إحنا عندنا طاقة إنتاجية كبيرة، لو في أسواق تانية ممكن نغطيها. عرفت.